ترقية إنشاء معهد وطني، وهذه راها في 10 سنين في ديزو حنا رانا نطالبوا بهذه المشاكل، وجيت كماتنو مازال ما حلونا المشاكل تاعنا. إبراهيم يونس والممثل الولائي للنقابة الوطنية لأعوان طبيين في التخدير والإنعاش. اليوم تلبية للنداء الوطني لهذه النقابة، الوقفة احتجاجية قمنا بها اليوم أمام مقر الصحة للولاية للمطالبة بعدة انشغالات ولطرح انشغالات التي لم تلبيها الوزارة، من بينها الحماية القانونية وتحديد المهام والترقية المستعجلة والترقية الاستعجالية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.